الذكر بعد النافلة كالاستغفار والتسبيح إذا كان مطلقا هل يدخل هذا في البدعة؟ لأن بعض كبار السن يضعون هذا يصنعون هذا، فهل ننكر عليهم؟ لا، الذكر بشكل عام يعني سنة. الله تبارك وتعالى يقول فاذكروني أذكركم، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل عمل قال ذكر الله، من أفضل عمل ذكر الله، الإنسان يكثر من ذكر الله. بعض الناس يعني ينسى أحيانا أن بعد صلاة الفريضة، طبعا معلوم بعد صلاة أستغفر الله ثلاث مرات ثم أذكار الصلاة، بعض الناس يقولها أيضا بعد النافلة، لما يصلي النافلة لما يسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ما فيها بأس أن يستغفر الإنسان بعد النافلة أو بعد الفريضة إن شاء الله تعالى، لكن لا يجعل أذكار الصلاة التي هي بعد الفريضة يجعلها يعني يلتزمها في النافلة. أما الاستغفار فلا بأس به إن شاء الله تعالى، لكن أيضا لا يلتزم بثلاث مرات كحال صلاة الفريضة.